يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الجولة 32 للدوري والمقرر لها غدا على استاد القاهرة. ويدخل الأهلي مباراة الغد برصيد 79 نقطة وحسم لقب الدوري للمرة 40 في تاريخه قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا بيك، وعايزين نعرف الجمهور آخر استعدادات الفريق لمباراة وادي دجلة غدا. مساء الخير يا آية، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير. يمكن طبعا فريق النادي الأهلي أنهى استعداداته واختتم تدريباته اليوم منذ قليل استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا في الساعة 5:30 مساء على استاد القاهرة الدولي. أبدأ معاكي من الجزئية الأخيرة المتعلقة بالتدريب، حيث أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي قائمة الفريق منذ لحظات وقليل عقب نهاية المران، وضمت القائمة 19 لاعب لمواجهة وادي دجلة غدا، حيث ضمت القائمة شريف إكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، صبر رحيل، عمرو السلية، هشام محمد، أحمد حمدي، ميدو جابر، جونيور أجاييه، وليد أزارو، باسم علي، حسام غالي، محمود الجزار، إسلام محارب، مروان محسن، وليد إمام، محمد شريف. وبالتالي فضل الجهاز الفني إراحة عدد من اللاعبين في مباراة الغد أمام وادي دجلة، أبرزهم بالطبع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي كان أساسيا خلال الفترة الأخيرة. دي قائمة مباراة الغد تتكون من 19 لاعب. بخلاف ذلك التدريب بدأ في حدود الساعة 5:50. يمكن كان في محاضرة فنية مدتها حوالي 45 دقيقة بدأت الساعة 4 عصرا، محاضرة فنية لمتابعة فريق وادي دجلة وآخر الاستعدادات الفنية لمواجهة هذا الفريق في الدوري العام. والجهاز الفني بالتأكيد كان محتاج إن اللعيبة تطلع على فريق وادي دجلة وإن يشوف آخر النقاط الفنية والإيجابيات والسلبيات، خاصة إن مواجهة الغد الجهاز الفني بيعول عليها بشكل كبير جدا في تركيز بعض العناصر، الدفع بعدد من العناصر، الاستفادة ببعض يعني النقاط الخاصة بهذه المباراة لإيجاد دوافع لعدد من اللاعبين في المباريات المتبقية. ثم بعد المحاضرة الفنية كان هناك تدريب بدني استمر مدته حوالي 35 دقيقة، ثم بعد ذلك كان هناك تقسيمة فنية يعني الجهاز الفني دفع فيها بعدد من اللاعبين لإجراء بعض الجمل التكتيكية والتدريبات الفنية والتقسيمة الفنية للدفع بعدد من اللاعبين في بعض المراكز، خاصة أن مواجهة الغد بالتأكيد بتشمل غياب عدد من اللاعبين، خاصة غياب محمد نجيب في خط الدفاع، أيضا غياب حسام عاشور في وسط الارتكاز، علاوه على غياب علي معلول وصلاح محسن اللي ما زالوا بيأدوا تدريبات تأهيليه حتى هذه اللحظات ولم يدخلوا لقائمه المباريات، لكن شهدت التدريب اليوم انضمام سعد سمير للمران الجماعي وبالتالي تواجده غدا في قائمه مباراه الفريق استعدادا لمواجهه وادي دجله، وجود مروان محسن وليد ازارو ايضا كمان شارك بشكل قوي في التقسيمه الجماعيه واصبحوا جاهزين للمباريات القادمه وبالتاكيد في مباراه وادي دجله القادمه باذن الله غدا في الدوري العام. ثم في النهايه كان هناك تدريب على الكرات الثابته وتنفيذ بعض الركلات الثابته، لكن هذه المره شارك فيها عدد كبير من اللاعبين، يعني ما يقرب من حوالي 10 لاعبين او 8 لاعبين شاركوا في تنفيذ الركلات الثابته، وهي جمل فنيه او تدريب تخصصي لزياده معدلات الفنيات الخاصه بتدريبات بعض اللاعبين على هذه الكرات، خاصه انها تكون الحلول الفنيه في بعض المباريات الهامه او في بعض المباريات عندما تكون هناك فرص قليله في احراز اي اهداف في المباريات. بعد قليل باذن الله الفريق هيتجه الى المعسكر المغلق، يمكن الفريق خلاص في هذه اللحظات في غرفه خلع الملابس بعد اعلان القائمه، والاتوبيس الفريق هيتحرك الى احدى الفنادق القريبه من استاد القاهره للدخول في معسكر مغلق واستعدادا لهذه المباراه الهامه باذن الله بكره اللي تم تعديل مواعيدها، بدل ما تقام في الساعه 8 مساء هتقام في الساعه 5:30 عصرا على استاد القاهره الدولي. يعني كل التوفيق للفريق بكره ان شاء الله، وبشكرك يا محمد، شكرا جزيلا.